قمنا مؤخرا بزيارة لتركيا، زيارة عمل للاطلاع على واحد التجربة اللي كانت في حقيقة غايبة علينا، اللي هي تجربة في ميدان الصحي ديال تركيا. وهاد الوفد اللي كنا كنترأسوه كان كيتوفر على أفارقة اللي هما ديال الاتحاد الإفريقي للتعاضد، من مالي، من الكوت ديفوار، ومن الكاميرون. وسمحت لنا في حقيقة هذا الاطلاع اللي قمنا به أننا نتعرف على واحد التجربة واعدة متطورة، وكان استدعانا لها واحد المستشفى جيفان عنده اختصاصات متعددة، اللي استطعنا أننا نوقع معه جوج ديال الاتفاقيات أساسيين. الاتفاقية الأولى مع الاتحاد الإفريقي للتعاضد، والاتفاقية الثانية كانت مع التعاضد ديال العمال الموظفين في الإدارات العمومية، واللي كان هدفهم وراءهم جميعا لهما ولا احنا، على أساس أننا نفتحوا على بعضياتنا أننا نطوروا هذه التجربة باش يستفدوا المغاربة والأفارقة كذلك من هاد الميدان الصحي اللي لقيناه في الحقيقة جد متطور عندهم، بكلفة جيدة جدا، وكذلك بواحد المعدات متطورة، واللي كالضاهي اليوم ما يوجد لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا كندا. وبالإضافة أننا شفنا هاد لوبيتال جيفن اللي كان جعلوا الفضل أننا نكونوا في أنقرة، أن وزير الصحة التركي استقبلنا بحضور السفير المغربي، واللي عبرنا على أن الميدان العمومي حتى هو جد متطور، ودارنا إن بريزونطاسيون كانت في الحقيقة مفاجئة لنا بالمسائل اللي كيقوموا بها واللي كيوجدوها، حيث أننا طلعنا على جوج ديال المؤسسة الأولى اللي غتفتح قلنا في 3 فبراير، فيها 1200 سرير، واللي من بعد سنة غادي يفتح كذلك واحد المركب نتاع 3000 سرير، واللي قلنا بأنهم كيوجدوهم التركيين، وكذلك عرض علينا حنايا كاتحاد إفريقي للتعاضد باش نستفدوا منهم. وعبروا لنا هذاك لوبيتال جيفان كما كذلك وزير الصحة على أنهم فهاد التعاون اللي غادي نقوموا به مستقبلا غادي يسهلوا الولوج ديال الأفارقة لهاد الميدان الصحي عندهم في تركيا، لا من ناحية لا بروسيدور ولا كذلك من ناحية لي فيزا. وشفنا كذلك واحد التجربة اللي فاجأتنا، وهي ديال الحماية الاجتماعية، لأن كل المواطنين التركيين كيتوفروا على الحماية الاجتماعية، وهذه الحماية الاجتماعية اللي عبرنا عليها المدير بأنها في وضعية سليمة ومتوازنة من ناحية المالية. وكذلك حضينا باستقبال ديال السفير ديال المغرب في أنقرة، اللي استقبل كاع الوفد ديال إفريقيا، واللي عبرت له الكاتبة العامة ديال الاتحاد الإفريقي على السعادة ديالها بما يقوم به صاحب الجلالة نصره الله لصالح إفريقيا، واللي دار مع الاتحاد الإفريقي باش يكون متواجد للسياج ديالو في المغرب.